اليوم راح نروح على دكاني ناخذ دفتر الدين ونسد عن العالم، نخفف عنهم شوي، انتو عارفين الاوضاع، خليكم معنا تعالوا. دقائق معدوده وبنوصل على الدكاني، تعالوا. دقيقه وبنوصل، وصلنا، مرحبا يعطيك العافيه. كيف حالك استاذ؟ الله. عندك دفتر ديون للناس اللي بدينا منك؟ اعطيني بالله، كم عندك كمان؟ يعني؟ بدي اسد الدين على الناس وهيك. سيدي بارك الله فيك. كيف حالك يا هلوي؟ شو اسمك؟ داني. الله يسلمك. هي واحد؟ اعطيني. 5 10 20 اعطيني الكل. هي الثالث؟ هي ثلاث ما شاء الله. يوم كمان عادي؟ هات هاي دين كمان، هاي دخان. دين. الله يا رب يجزيك الخير. الله يسعدك يا رب حبيبي، الله يكرمك يا رب، الله يسعدك. يعني تفضل الان، يعني تفضل شرفك يعني.